بفقرة إلها حل معنا أخصائية التجميل وخبيرة الميك أب الدائم، المكياج الدائم. هاي دانيال، هاي، كيفك؟ الحمد لله. وأنت؟ رح نحكي عن يعني موضوع كثير مهم. أول شيء رح خلينا نقسمه الشق الطبي والشق الاستيتيك، يعني التجميلي. كيف فينا نقسم التاتو شق طبي وشق تجميلي؟ أول شيء بنسميه سمي بيرمنت ميك اب، يعني مكياج شبه الدائم، اللي هو التقنية الجديدة تبع التاتو. قبل كانوا يعملوا التاتو على ثالث درجة من الجلدة، بتعرفي يعطي أزرق يعطي أحمر يغير لونه وبيبقى ما بيروح وما فيك تتخلصي منه، ومنا شيء كتير مستحب لأنه الموضة بتتغير. اخترعوا الأوروبية شيء اسمه سامي بيرمننت ميك اب، قرروا يعملوه على 0.5، يعني على الطبقة السطحية من الجلدة، يلي هو مفروض يروح بعد سنة. بتعملي له ريفرش كل سنة لأنه مش لازم البيجمنت أو الحبر يبقى بالجلدة، لأن إذا بقي فترة طويلة الشمس تغير له لونه مثل أي شيء تاني. صحيح. وبالسامي بيرمننت ميك اب في شقين، في شق التجميلي وفي الشق الطبي. التجميلي اللي هو ترميم الحواجب، الايلاينر، الشفاف، تلوين الشفاف، وبنفوت بالشق بنسميه الشق الطبي وقت اللي بنفوت بترميم صدر، ترميم الحلمي او الدائره الملونه من بعد اذا حدا، اذا ست اصيبت بسرطان الثدي وشالت صدرها ورجعت عملت له ترميم. طبعا بنرجع بنعمل تاتو الاريولا ما فينا نعملها او صحيح. ما كثير عم تنجح بالعمليات التجميليه، سو فينا نشتغلها بطريقه 3 دايمنشن، بيطلع شكلها كثير حقيقي. فينا نخبي السكارز تنكفي على الكانسر بيشنت او اللوبوس بيشنت، بيخسروا حواجبهم بيخسروا رموشهم. ومثل ما بتعرفي كارين، اوقات بالعلاج، مش اوقات بالعلاج، بيبقى الشخص هيك هيئه التعب عليه من بعد صحيح. ما بيكون عم بعمل شيميو بيبقى اصفر بيبقى تعبان، بيجي سمي بيرمنت ميك اب بيعوض له شوي هالفريش لوك وبيرد للست جزء من انوثتها اللي عم تخسره من يعني خلال تريتمون. يعني وقت اقول الميك اب شبه دائم، يعني بكون عم اقول انه في حط ايلاينر ما يروح. خلينا نفسر للناس، هي حط ايلاينر ما بيروح، يعني مش مثل الايلاينر اللي نحن بنحطه بينشال بالميك اب. ايلاينر ما بيروح، فينا نلون شفافنا نعطيهم لون زهري، وهيدا شيء بيفيد كثير للاشخاص اللي عندهم، وفينا نحدد الشفاف، يعني اذا امراه شفافها رقاق او اذا على الدخان صار لونهم اسود او رمادي. شو فينا نعمل كمان بالميك اب؟ بيشيل التصبغات عن الشفاف، بيشيل الاثر النيكوتين، الجلد السمراء كثير اوقات على الشمس كمان بتدبغ. في شخص بيكون مثلا بيمرق علي كيسز اوقات بتبقى عامله فالج او خلقه او شيء اسمه رابت ليب، بتبقى مشقوقه من هون الشفه خلقه. كله هيدا بينعمل كوركشن، يعني بينعمل تصحيح لفورمه الشفاف، او بيتغطى السكارز، بتغطى تشققات الجلد. اوقات من بعد عمليه تجميل بيبقى في جرح مبين وما بيروح. شو فينا نعمل له؟ بنعمل له كاموفلاج بالسمي بيرمننت ميك اب، يعني بتخبى ببيجمون بلون الجلد، بتبطلي تقشع الجرح. يعني لكل النساء اللي بشدوا وجههم وبيبين هون على الدينه، فيك انت تغطيه، يعني بتغطى. يصير كانه ماشي مع الجلد. بالضبط. اوكي. طب الايلاينر انا بس حطه وبعدين ما بقى بدي خلص، بعد قد ايه بيروح؟ في شيء اسمه ايلاينر وفي شيء اسمه لاش لاينر. لاش لاينر بيجي، ما بعرف اذا رح يمرقوه بالصوره، لاش لاينر هو بيجي زيح كثير رفيع بين الرموش. اوكي. بيعطي مثل كانه الرموش سميك. وانا انا انا بحب حطيني هلا بالصوره، بيعطي مثل كانه عباوي للرمش، بتبين العين مكحلة، يعني بيعطيها فريشر للعين، بيعطيها رونق للعين من دون ما يكون مبين فيه تكلف. اوكي. وانا بالنسبه لي هذا احلى شيء بالسامي بيرمنت ميك اب هو الفريشر، يعني النضاره اللي بيعطيها على الوجه اذا واعيه من النوم، اذا طالعه من البيسين،
اذا كنت ما بيبين شيء فيك، ما بيبين شيء زياده عن اللزوم، ما بيبين شيء. لا لانه لا. بيعطي نظاره بنخسرها مع العمر، يعني أوكي. مع العمر الشفاف كمان بيكبروا، لون الشفاف الطبيعي اللي بتشوفيه على شفاف طفله مثلا عمرها 12 13 سنه، ما بتشوفي هيك عندها شفافها لونه زهر، مع الوقت بنخسر لون شفافنا. أوكي. مع الوقت بنخسر. قد ايه بيضاين؟ الشفاف بيضاينوا من ثلاث سنين. يعني انت بتعبي الشفاف كلهم جوا؟ كلهم ببينوا كانه خلقه شكله عنده فريش لبس الواحد، هدول اللي عم ببينوا على الصوره دغري من بعد البروسيدور، يعني هدول ثالث رابع يوم بيقشروا بيروح 40-50% من البيجمنت. اوكي. في صوره ثانيه حطيتها الاند ريزلت بعد شهر بيطلعوا بيبي بينك، يعني فيري فريش، ما حدا بيعرف حتى انك حاطه شيء على شفافك، بس بيعطوا فريش لوك. اكيد هلا كل اللي عاملين تاتويت بيعرفوا انه يحو. لا هيدا بيفور. اوكي. هيدا بيفور قبل ما ينعملوا، حطت الافتر قبل. اوكي. اوكي هيدا من بعد ما ينعملوا بعد البروسيجر. في صوره بيبي بينك هو الاند ريزلت من بعد شهر. اللي بيعمل تاتو بيعرف انه بيقشر، يعني بيروح كثير منه للتاتو، يعني ما بيضلوا هالقد معلم. هيدا خلينا نحكي عن الحواجب. الحواجب بس لاقول انه انا حواجبي دانيال عملت لي هن، بس خلينا نحكي هون. فوالا هيدا اند ريزلت، هيدا بعد ما قشروا اخر ثالث جمعه، هيدا الريزلت الاخير. انا هيدا اللوك اللي بحبه. صح. لانه شغله بدك تعيشي معه. صح. يمكن اليوم مش عبالك توعي مثلا حاطه حمرة حمراء، سو على طول انا بروح لاكثر شيء بيشبهنا، يعني لاكثر شيء طبيعي شكله. الحواجب بطل دارج دانيال مثل ما قبل، اول شيء الحاجب اللي هيك، وبطل دارج الالوان السوداء والغامقه. وانت بتعملي تاتو حواجب عن جد، مش لانه انا عامله عندها، بس عن جد ما حدا بيعرف على وجه الكره الارضيه انه انا عامله، وحتى اللي عم يعملوا لي يعني ميك اب او كذا بس تنبش لتقشع انه انا عامله تاتو. هيدا الشعره شعره بيقولوا له؟ بتعرفي في شعره شعره، وبيقدر يكون بودري وبيقدر يكون اومبري. الفكره من التكنيك تبعه. اوكي. التكنيك تبع الاول تاتو كان ينعمل ثيرد لاير، يعني بس قول ثالث طبقه من الجلد صار هون، يعني بتطلع فيكي على طول في اسبكت شيء عم يلمع، بتعوزي على طول تحطي باودر ولا تحطي لاينر لتعطيه فريشر. الجمال السيمي بيرمانون انه قريب من الشعره. سو بس يكون قريب من الشعره بيعشق الشعره، يعني انا بفشل اذا واحد بيعرف، انا بالنسبه لي بفشل اذا حدا بيعرف انك عامله شيء. عرفتي؟ بحب انه يبين مش معمول شيء، ما بحب انه يبين معمول تاتو او معمول سيمي بيرمننت. قد ايه بيضاين؟ الحواجب مقصود انه ما يضاينوا اكثر من سنه، ليش؟ لانه بهيدي المنطقه في افرازات. اوكي. مشان هيك لازم تعملي له ريفرش كل سنه، ومش مفروض يضاين اكثر، لانه الشمس بهيدي المنطقه بتغير لون البيجمنت مثل اي شيء حطي هيدي بالشمس 4-5 اشهر بتصفر. صح. بيجمنت بده يقلب لونه اذا بقي اكثر من سنه، بصير بيقدر يضرب على ازرق، بيقدر يضرب على احمر. مشان هيك مش مستحب انه يضاين اكثر من هيك، مشان هيك بنعمله اكثر شيء ممكن سطحي. اول شيء حتى يعطي هالفريش لوك، يضله قريب من شعراتك. وتاني شيء قبل ما تبلش الشمس تقلب له لونه، هو مفروض يكون راح مع الافرازات اللي دانيال. اذا امراه ما عندها حواجب بالمره، يعني ما في شعر اساسا، هذا اللي مرقنا فيه، في كثير كانسر بيشنت لبيوس بيشنت بيخسروا حواجبهم من بعد تريتمنت. مثل ما قلت لك، لانه كثير سطحي ببينوا ناتشورال، مثل الكيس اللي مرقت هلا، ما بعرف اذا بيقدروا يرجعوا يمرقوها. اوكي. بعدين طريقه رسم الحاجب، يعني لازم ينعملوا الهير ستروك بشكل 3 دايمنشن، يبينوا فايتين من بعض، بيعطوا جدا طبيعي. اوكي. مثلا هيدي ذيس از كانسر بيشنت، في 2-3 كانسر بيشنت، ما فيك تعرفي يعني كثير، بس يقشروا بعد بيعطوا طبيعي اكثر، طريقه رسمهم. اوكي. طيب بالنسبه هون معمول ايلاينر كمان، لان هيدا هو لاش لاين اللي كنا عم نحكي عنه، لانه خسرت رموشها. اوكي. سو بيرسمهم شوي، بيعطيهم نتفه حتى يبينوا، لانه بس تخسر رموشك ببين كانه العين مزلطه. مزبوط مزبوط. دانيال طيب بالنسبه للصدر كمان، هيدا بيضاين العمر كله اذا عملناه؟ الصدر بيضاين كثير، لانه هيدي المنطقه ما بتشوف شمس.
الشمس عدوته للبيجمنت، يعني كل ما عرضت هالمنطقه اللي مشغوله عليها للشمس كل ما الشمس بتاكل من الالوان، بيضاين على الجلد اكثر بكثير من الحواجب. حواجب في كثير افرازات لانه بمنطقه الجبين. اوكي عم نشوف هون، شفت القبل والبعد. الفكره انه يعطي نضاره لوجهه. صح كثير. دانيال، شو اكثر حدا بيجي لعندك كومن، يعني اكثر شيء بتشوفي انه بليز دانيال صلحي لنا هيدا؟ اكثر الزبونات بيجوا لعندك صلحي لنا شو غلطه؟ شو بتعرفي المشاكل اللي موجوده من وراء التكنيك القديمه للتاتو؟ في كثير مشاكل. اول شيء في كثير ناس ما هم متخصصين، في كثير ناس رافضين يروحوا يشتغلوا على حالهم، يعني باخر النهار كل شيء بده ابديت بالحياه، يعني باي اختصاص اللي كان. في كثير مشاكل تاتو قديم، يعني بفوتوا بالجلد بعمق بيخزقوا الجلد، وبنفس الوقت بس فوت بعمق هالقد بتدقي بالبصله تبع الشعره. سو بتخسري تاتوين ثلاثه على التكنيك القديمه، باي باي، ما بيقعد عندك ولا شعر على حواجبك، وبتنتهي مع بيجمنت لونه كثير بشع مع الوقت، وما فيك تتخلصي منه الا ما تفوتي ببروسيجر طويل عريض لحتى تقدري تسحب البيجمنت من جوا. سو اكثر شيء بيجي مشاكل اول تاتو، الوان زرقاء وكحليه وفيوليه مش عم فيها الست تتخلص منه، مضطره ضلها عايشه عم بتخبي بالالم. هيدول عاده. قلتي لي بالبدايه انه انت كمان بتغطي السكارز، يعني ال 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 اذا في جرح بالوجه او هيك، كيف يعني بتغطي كمان مثل هون؟ بينعمل كاموفلاج. شو يعني بينعمل كاموفلاج؟ يعني بتنقى لون بيجمنت معين، في الوان حبر معين خصوصي معموله كرمال لحتى تخبي فيها جروحات. اهم شيء انك تصيبي لون الجلده، يعني فيك تخلطي لونين ثلاثه مع بعضهم بتجربيهم للكلاينت تبعك، بتشوفي اذا هذا لون بيجمنت هو ذاته لون جلدتها، وبتخبي فيه السكارز بتكنيك معين، لان على طول بس بيكون في جرح بيبقى بتخسري لون الجلده، محل الجرح بيعطي ابيض. صح صح. سو بس تخبي هذا الابيض وتعطيه نفس لون جلدتك ببطل مبين. عم نشوف هون محل مبروح لعندها لدانيال لاعمل التاتو ولا اخذ الرموش. خلينا نحكي عن الرموش. سو هيدي كلينيكتي هون، هون المصنع اللي بصير فيه. صح. كل الاشياء. دانيال عملت جام رموش وكمان رموش حتى منهم انا اليوم. الهاجس الاكبر عند النساء بس يحطوا رموش هو تقل الرمش. اوكي، هيدول براند بلشت قبل هيدي الاحوال اللي نحن عم نقطع فيها اليوم، قررت اني اجي اعمل براند لالي، بلشت بالرموش اللي هي بعتبرها تول بتكمل السيرفيسز تبعولي. هيدول الرموش هن مينك، معمولين من مينك، والمينك معروف انه كثير خفيف، ومعمولين من ورا ملقوطين بخيط واحد لحتى ما يعطوا تقل. يعني انا كان عندي هذا الهاجس، اذا كان عندي ايفنت كبير كنت شيل الرموش اللي انحطوا لي بنص دين الايفنت، حسوا عم يجعني راسي وحس في شيء تقيل ما افهم شو اللي مضايقني، ابيعهم بنص دين السهره لانه ما اتحمل تقل الرمش، تقل تتعب عينك وبعدين بتصير عينك قاشطه وكانك نعسانه. بقى معمولين اول شيء كثير لايت لانه الخيط اللي مربوط فيه الرمش هو خيط واحد، بدل ما يكون خيطين بخفف من تقله، بعدين المينك كثير خفيف، بعدين اذا بتلاحظي معمولين كمان ان 3 دايمنشن واي، كانوا بالقبل يعملون صف واحد هلا صاروا بيعملون طالعين نازلين. والحلو بالمينك انه بينلبس 25 مره، عملت لهم بوكس اتوي اصلا تتحتفظي فيهم، يعني فينا نشلحهم ونرجع نلبسهم 25 مره بالضبط. بقى بتشيلي الكول اللي من ورا، بتشيلي التلزيق اللي محطوط على الرمش، وبترجعي بترديهم على العلبه تبعهم وبتلبسيهم كذا مره تحافظي عليهم. اذا بس يلحقوا البيج تبعي انا حاطه تيتوريال وفيديوز كيف بينحطوا، كيف كل ست فيها تحطهم هي لحالها اذا ما عندها وقت او مسافره او عندها عرس او وات ايفر، مش مضطره تشنجل الماكيور مع يعني. بندعي المشاهدين انه يعملوا فولو لدانيا سفير على الانستغرام. داني شكرا كثير لوجودك معنا، ان شاء الله على امل اطلالات اكثر ونحكي هيك اكثر ونفوت بالتفاصيل اكثر. ثانك يو سو ماتش لوجودك معنا. رح ننتقل لفقره ضيف اليوم.